عدنا لحضراتكم مرة أخرى، ضيفي الكابتن أحمد جبر. كابتن أحمد ماشي، اتكلمنا على القدرة إن إحنا نقدر ناخد الشعاب اللي إحنا بنسميها الجافة، يعني خلينا نسميها الجافة. طب حدثني عن الشعاب الأخرى أو اللي هي الرخوة، الشعاب المرجانية الرخوة المختلفة الأنواع. الشعاب المرجانية الرخوة طبعا دي ليها دور حيوي طبعا في اللي هو في التنوع البيولوجي، إن هي بيعتبر غذاء أساسي لبعض لأنواع كتيرة جدا من الأسماك. دي اول حاجه. تاني حاجه هي اللي بيطلع منها الادويه، طبعا الادويه المستخدمه في الـ في الـ في الاغراض في الاغراض الطبيه. كويس. ده انت برضو بتستزرعها؟ بستزرعها طبعا وبطريقه ابسط بكتير جدا، لان هي بتكبر بشكل سريع جدا. يعني مثلا لو انا محتاج شهر او شهرين علشان احس بنتيجه في الـ في الـ في مستعمره من المستعمرات اللي هي الحاجات اللي بتعمل برانشنج كورلز، دي بتاخد يعني ايام او من ايام وتبان معاك الاثر بتاعها وبتبان بشكل سريع جدا. طب يعني طب كويس، يعني انا نستطيع ان نتوسع فيها في مصر. طبعا. طب قول لي وزاره البيئه كان دورها ايه بقى هنا لما انت رحت للمشروع لوزاره البيئه، عملوا معاك ايه؟ وزاره البيئه طبعا، يعني هو وزاره البيئه طبعا كان ليها دور اساسي هي واكاديميه البحث العلمي في ان هم المرجعيه العلميه للمشروع دوت يعني في الاول وفي الاخر. يعني وزاره البيئه طبعا انا يعني انا في الاول وفي الاخر انا غواص، وتعلمت ازرع الطريقه ديت ازاي، لكن هم اكيد عندهم اللي هي الخبره العلميه في المكان نفسه او الاماكن البيئيه، لان انا مش عايز برضو اعمل حاجات تاثر على التنوع البيولوجي في مكان يحصل فيه خلل حتى لو بزياده. يعني حتى ده اللي انا بعمله في الاستصلاح بعد كده، لان انا لو بشوف شعب متاثره ما بروحش عليها على طول علشان اعمل لها استصلاح، لا، الاول انا لازم اراقبها او الاحظها لمده سنه كامله 4 فصول عشان اتاكد ان هي ما هياش دوره حياه طبيعيه. لو هي دورة حياة طبيعية حتى لو بتموت في الحالة ديت مش بتدخل. لكن خلاص ان كده ده دورة طبيعية. بتعرف ازاي دي دورة طبيعية ولا لا؟ ما ده دور اكاديمية البحث العلمي ووزارة البيئة معايا. عندهم ناس متخصصة في طبعا حتة. عندهم ناس متخصصة. قابلتهم قعدت معاهم؟ قعدت مع ناس كتيرة جدا، زائد ان في خبير اللي هو الايجنسي اللي انا بشتغل معاهم اللي هي اوشن كويست جلوبال، هم المرجعية العلمية بتاعتي. يعني فبتبداوا انكم تتعاملوا كده وفي خبراء اجانب بيتابعوا معاك الدنيا دي؟ الفكر الاحترافي والفكر المؤسسي محتاجين الاثنين يشتغلوا مع بعض، فهو وزاره البيئه او المؤسسه الدوليه او المؤسسه المحليه هو ده فكر مؤسسي بحت، لكن في الاخر اللي بيزرع الحديقه هو الجنايني مش المهندس. انت الجنايني. فانا الجنايني. انت الجنايني اللي بتزرع الحديقه دي. بتزرع لوحدك ولا في ناس تانية تبرعت معاك ان هي تنزل؟ بنعتمد على متطوعين. فانا عندي في الاول المتطوعين، فانا عندي منهج تعليمي بيست على بعلم ناس، وبعتمد بالناس دول، بعتمد على مجموعه من المتطوعين وطلبه المدارس والنشء الصغير، وده الهدف بتاعي، لان هو في جزء كبير جدا من المشروع بتاعي هو جزء فيه توعيه بالبيئه. توعية بالبيئة، وانا والغرض بتاعي مش ان انا افرض قوانين صارمة وخلاص، لا، انا عايز وخصوصا النشء الصغير يحب الطبيعة وهم لوحدهم هيحافظوا عليها، مفيش حد بيأذي حاجة هو بيحبها يعني. فعندي تعليم، عندي موارد بشرية، لان احنا بنعتمد على المان باور او القدرة بتاعة البشر، وعندي CSR او خدمه مجتمعيه، ودي اللي بتعملها الشركات والبنوك زي البنك الاهلي معامل معايا بالظبط يعني. فالمشروع بتاعي يعتبر شامل يعني. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا بنعمل حملات تنظيف، لان دوت من جزء من الضغوط الاساسيه اللي بتاثر على الشعاب المرجانيه، فبنعمل حملات تنظيف بنشرك فيها جميع فئات المجتمع، وبنعمل ورش عمل لاعاده تدوير المخلفات ديت، وبنطلع بيها برودكتس او منتجات.